وعلي كل يوم جالك، ماشي. ايه علي جالك علي اجا؟ قال لك ايه اول ما شافك؟ علي بس راسي وبس رجلي ونحكي عليها يما، وقعد يعيط. طب وانت شايفة الموضوع ده يخلص ازاي؟ يخلص ازاي؟ انا عايزه حقي منها، اللي هي ضربتني واللي عملته فيا يتعمل فيه. دي والدتها اللي كانت معاها في الفيديو صح؟ اه طيب دي والد، والدي. انت حقك اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي انت شايفة حقك كبير قوي يا ست حنان، يعني انت اللي انت حقك شايفه، كبير. اللي انت شايفين، لا اللي اللي انت انت شايفه شايفاه حقك اللي هو ايه؟ ايه؟ اللي انت شايفاه حقك اللي هو ايه؟ اللي انت تقول عليه يا استاذ. طيب انت يعني، انا ثواني يا اساتذه، انا عايزه انت شايفه اللي حصل فيكي ده، انت كنت تستجري تعملي في حماتك؟ انا اصلا يعني ذهولت من اللي عملته فيها والله. اتخضيتي اه اتخضيتي. يعني ايه؟ مش انا، بص احنا عندنا هنا في الشرقيه، انا في يعني ايه، ممكن تكون الحامي هي اللي يعني ايه تزعج لمرت ابنها، تضرب مرت ابنها كده، لكن مش مرت الابن هي اللي تضرب الحامي. الناس قالوا لك ايه حواليكي؟ ايه الناس بيقولوا لك ايه حواليكي؟ يعني؟ يا رب كل حاجة، ما بطلعش من البيت، يعني بروح الشغل وبجي من الشغل على البيت ما بقى.